السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من موسم تصفية الشياطين، والتي بعنوان الفرق بين الوساوس والخواطر. في هذه الحلقة سأجيب عن أسئلة يطرحها الإنسان المسلم على نفسه: كيف أميز بين وسوسة الشيطان لي والخواطر التي تبدر مني؟ فقد تأمرني نفسي بالسوء، قد أظن الدليل دليلا عقليا فيكون من الوسوسة، وقد أظن الدليل باطلا فيكون الموسوس هو الذي يوهمني بذلك. كيف أستعمل ذلك في الحجج العقلية، في المناظرات، في البحث عن الحق؟ كيف أعرف ما إن كنت أنا صاحب القرار أم كان الشيطان هو الذي يملي علي ذلك؟ الحل سهل جدا ومن السنة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وزاد: فليقل: آمنت بالله. في هذا الحديث أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة للتفريق بين الوسوسة والخاطر، فقال: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ حتى يفكر الإنسان المسلم بعقل صاف، ويطرح الحجج العقلية التي تنبع من نفسه هو، لا من نفس من يريد به السوء. ثم قال: ولينتهي، أي الخطوة التي بعدها، وقد أفصل هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. قال: ولينتهي. ما معنى ينتهي؟ أي ينتهي عن السؤال، لأنه لو تسلسل في الأسئلة: من خلق الله، ومن خلق من خلق الله، ومن خلق من خلق الله، فسيصل إلى ما لا نهاية. والله عز وجل ليس مخلوقا، لأنه هو الخالق الأول، وهو الذي خلق كل الموجودات، لأنه هو الأزلي والتام، فهو غير محتاج لمن يوجده. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الإنسان بالانتهاء عند سؤال الشيطان: من خلق كذا ومن خلق كذا، لأنه حق أن يسأل ذلك السؤال. فما دامت الذات مسبوقة بعدم، ما دامت الذات ناقصة، فلا بد لها من موجد خارج عنها. لكن عندما وصل إلى الله يتوقف السؤال، لأنه السبب الأول الذي لا مسبب له، ويجب أن يكون كذلك. لأنه لو استمررنا في الذوات الناقصة، في الذوات المسبوقة بعدم، فلن نصل إلى بداية، وإن لم نصل إلى بداية فلن نصل إلى نهاية. ونحن الآن واقع الأمر أننا موجودون، إذن فلا بد من انطلاقة، لا بد من وجود أول لا موجد له، لا بد من وجود أول ننتهي عنده عند السؤال، وهو الله عز وجل، أو الخالق المتصف بصفة التمام المطلق وصفة الأزلية في وجوده وحياته. فإن كان الله عز وجل أزليا فهو غير محتاج إلى قرينة مرجحة، لأنه واجب الوجود. فإن كان الله عز وجل تاما فهو غير محتاج إلى موجد غيره، لأن المحتاج لا يكون تاما، فالتام مستغن عن غيره. إذن فذكرت هذا المثال لنعرف طريقة نبوية نميز فيها بين الخواطر والوسوسة. فعندما قال: فاستعذ بالله، ذلك ليصفو الذهن. وعندما قال: وانتهي، ذلك لتنتهي عن التسلسل في الأسئلة، لتنتهي عن السؤال، لأن السؤال مبني على مقدمة خاطئة، وهي: الله مخلوق، بينما هذه المقدمة غير صحيحة. فالله عز وجل قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا كانوا هم الخالقون فلا يستمر السؤال من خلقهم، فإن لم يكونوا هم الخالقين فهل خلقوا من العدم؟ كذلك هل هم خالقون لأنفسهم؟ قال جان-بول سارتر في كتاب الوجود والعدم، وهو فيلسوف ملحد، قال: جعل الشيء علة لنفسه تناقض، لكنه ظن أن الله عز وجل عند المسلمين أو المؤمنين هو علة لنفسه، بينما هو عند المؤمنين هو السبب الأول،
وهو المسبب الفاعل التام الذي لا موجد له، هو الموجد الأول. إذن فكي نفرق بين الخواطر والوسوسة لابد أولا من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وفي شهر رمضان الله كفانا الشيطان، وهو شهر مناسب للتفكر والتدبر وطرح الأسئلة بصفاء ذهني، بعيدا عن وساوس شياطين الجن، كذلك بعيدا عن وساوس شياطين الإنس. لأن الإعلام والغرب والناس المغرضة التي تريد بالإسلام شرا لن تتوقف عن الوسوسة، وإذا كانت الشياطين قد صفدت فشياطين الإنس ليست مصفودة، والشبهات مترامية وتطرح في كل مكان. فأول شيء نحن نريح عقلنا من الوسوسة الخارجية بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم واستغلال هذا الشهر الفاضل. والخطوة الثانية هي أن نبادر في طرح الأدلة العقلية التي معظمها يوجد في كلام الله عز وجل. في الحلقة القادمة سأتحدث عن كيفية صد الشبهات الشيطانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.